مساء الخير للجميع، كاع متابعي صفحة سعيد إر سي، زميلي وصديقي اللي نشكره جزيل الشكر لأنه سلف لي الصفحة على الفيسبوك، لأني فقدت صفحتي على الفيسبوك منذ 48 ساعة للأسباب المعروفة وللأهداف كذلك المعروفة. إذا كانت السلطة والسلطة الفعلية في الجزائر تفرق فنحن نجمع، وإذا كانت تراهن على التشتيت فنحن نجمع. الحمد لله اليوم كما يعلم الجميع أننا نجحنا على الأقل في جمع 54 شخص ناشط في الحراك من محامين ومثقفين واعلاميين، كانوا كثير من الاسماء ربما نذكر سي فراد ولا جابي ولا اسلام بن عطيه او ضغبار او الى غير ذلك، مجموعه من النشطاء. الحمد لله اننا نجحنا في جمعهم، وهذا ردا على اسئلتكم كل جمعه اين هي النخبه ونراها على هي متفرقه. هذه محاوله وهذه خطوه اولى، وفي نفس الوقت نطلق نداء لجميع الفاعلين في هذا الحراك الذين ما زالوا يؤمنون بضرورة الاستمرار، الذين يؤمنون بأننا لم نرى شيء يجعلنا نتوقف عن هذه الثورة الشعبية التي تستمر في الجزائر. فهي دعوة، 54 شخص جمعناهم من مختلف الولايات، جاتنا ناس من خمشلة، من قسنطينة، من ورقلة، من الشرق، من الغرب، من العاصمة إلى ذلك، دبنا جميعا واشتغلنا على مدار تقريبا 7 ساعات من أجل تذويب كل الخلافات، وخرجنا بسميه نداء، سميه بأي شيء من هذا القبيل، وسميناه يستمر النظام ويستمر النضال، لأن النضال يشمل كذلك الحراك. المسألة ما زالت مستمرة، من يعتقد أننا سنتوقف اليوم فهو واهم، لأن النضال هو تراكمي جدا، وسوف نصل إن شاء الله جميعا إلى المبتغى. جمعنا هذه الأسماء من مختلف الأجيال، فلنقل من مختلف المشارب ومختلف، من أجل النقاط أولا نستنكر هذه الإرادة الواضحة والآن الممنهجة التي تهدف إلى إنهاء الحراك بالتخوين والتشهير. وصلنا إلى حد التهديد وللأسف الشديد واستعمال السلاح الأبيض دون أن تتدخل الدولة، فلنقل هذا هو نموذج لعدم الوفاء بالالتزامات، هذا هو نموذج عن عدم المضي في التعهدات. عندما تحدث عن الدولة وعن القانون، يعني كيف نائبة برلمانية تسب مجاهد وتدعو إلى العنف وتدعو ولا واحد يعني يتحدث. نحن قررنا أن نقول قف لي مثل هذه الممارسات، الحراك والهبة الشعبية مستمرة، نقترح كخلية تفكير ليس إلا، لأن الحراك لا يمثل في اعتقادنا حتى الآن. الحديث عن حوار وقيادة كله سابق لأوانه، لم نشر إليه، تحدثنا عن الآن وتحدثنا عن ما حدث في الأمس وما قد يحدث في الغد. نتحدث عن ضرورة أن نمضي جميعا دون تفرقة وفي وحدة ومجتمعين، وأن لا نذهب بالخصومة السياسية إلى حد العنف واستعمال السلاح الأبيض والدعوة للأسف الشديد إلى تصادم وتناطح، لأنه في النهاية لن يخدم أحد سوى هذه السلطة التي تستمر. نعمل ومرة أخرى ندعو جميع الخيرين والفاعلين والنشطاء والمثقفين الذين أثبتوا ولاءهم لهذه الثورة ولم يذهبوا في واد وبقوا معكم، وأنتم صرتم تعرفونهم. كل جمعة كنا الناس تلتم على سعيد إرزي وتلتم على إسلام وتلتم على رضا دغبار وتلتم على فلان، جمعناهم من أجل أن نلتف جميعا حول نخبتنا. لسنا نمثل الحراك، مرة أخرى لسنا ناطقين باسم الحراك أبدا، نحن رأينا أن هذه مسؤوليتنا بأن نصوب الأمور وبأن نطرح هذه الورقة للحراك، وأعتقد باعتبار أن الانتليجنسيا موجودة بأنها تتناغم مع ما يرددونه وما يصبون إليه من تغيير جذري. للأسف مرة أخرى نتطاول ونسجل فيديوهات تدعو إلى العنف، ونتطاول ونخون ونتطاول ونمارس كل الممارسات البوليسية. الجميع يعرف أن المراد الآن هو أن يتوقف هذا الحراك بأي طريقة أو بأخرى، لا يمكن أن نتحدث عن حوار أو مفاوضات أو اعتراف في غضون هذه الظروف. الذي يريد أن يهيئ الظروف ويعرفها ويبقى الحراك هو الحكم في جميع الأحوال. هكا سعيد. شفيت ووفيت، يعني ما عندي ما نزيد الا انه يعني كما تفضل صديقي واخي رضوان بوساك، على كل حال الان بلغ الرساله تاعو عبر الصفحه تاعي، لانه الصفحه تاعو الحساب تاعو توقف نهائيا بعد ان عطاوه جماعه الذباب وسينيالاو وما قدرش يسترجع للصفحه تاعو. وكما تقول القاعده، نعمل بالموجود ونسعى لايجاد المفقود. الان ما لدينا من امكانيات، عندنا غير موقع التواصل الاجتماعي، ونحن ممنوعون في القنوات سواء القناة العمومية التلفزيون العمومي أو القنوات الخاصة أنه نجوزوا عندهم، إلا القنوات الأجنبية للأسف الشديد. علاش نجوز أنا في القناة الأجنبية؟ باش نعبر واش كاين ونبلغوا الرسالة ولا نبلغوا الرأي العام واش راهو صاري ونحلوا الأحداث.
كيما يحب يسمعها الشعب الجزائري، لأن الشعب الجزائري غلقوا عليه كلش، طوقوا عليه كلش. لذلك دون أن أطيل عليكم، المبادرة تاع اليوم اللي أمضى عليها 54 من الطلبة، من الأكاديميين، من الأساتذة، من الأطباء، من النشطاء، من محامين، من حقوقيين، من إعلاميين، يعني تعتبر مكسب. يعني جاءوا فيها ناس عندهم مبادرات ذابوا داخل هذه هذا الاجتماع هذا الذي يعتبر يعني مرآة لما حدث بالأمس وما يحدث اليوم واستشراف للغد. احنا هذا البيان اللي كتبناه أو هذه الرسالة اللي سميناها ويستمر النظام، ويستمر النظام، رانا مديناها لكل وسائل الإعلام سواء الصحافة المكتوبة أو السمعية البصرية أو القنوات الأجنبية من أجل إعلام الشعب الجزائري والحراك الشعبي السلمي بالنقاط المختصرة وين حطينا اليد فوق الجرح. وندعو من خلال هذا الفيديو كذلك ناشطين آخرين الذين لم تسفع لهم يعني الظروف أن يشاركوا معنا من ولايات أخرى أنهم يتصلوا مع المجموعة، والقائمة رانا نشرناها في الفيسبوك وجو مفتوحة، وجو ناس من خنشلة، جو من وهران، جو ناس من 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 ورقلة، وجو ناس من قسنطينة. يعني هذه مبادرة طيبة وندير اليد في اليد، وأظن أنه حان الوقت الآن أن تتضافر الجهود، وأن على كل الناشطين وعلى كل المبادرات أن تقوي هذا الحراك وتدعو إلى تقوية الحراك، ويخرج الحراك كسابق زمانه قوي متلاحم بكل أطياف المجتمع بكل جهاته، عربا وقبائل وشاوية ومزاب والترقية، شرق غرب جنوب، يعني كل أبناء الجزائر يعني لابد أن يديروا اليد في اليد، لأنه الآن أمام مصير واحد وهو بناء جزائر جديدة. والآن المطالب يعني قلنا بلي السقف راهو يطلع، ولكن في عنوان واحد أنه هذا الشعب وهذا الحراك يريد انتقال ديمقراطي سلمي وحضاري، ومن أجل تغيير نظام بنظام تغيير جذري، لأنه الآن حاليا السلطة لم تبدي أي نية من أجل التغيير، ورانا نشوفوا هذا التغييرات اللي تحدث في الوطن يعني لا تلبي لا مطالب الشعب، ورانا نشوفوا الأمور راهي مش واضحة. لذلك علينا أن علينا أن نكثف الجهود ونتوحد أكثر وأكثر، ومزيد من مقترحات، لأنه الآن إذا ما ريحناش نهضروا بيناتنا ونتواصل بيننا وما يكونش في اتصال بيناتنا وزيد تقدر يعني الناس ربما ما وصلهمش، لانه احنا حاولنا نعرفوا، احنا صحفيين ونعرفوا انه لما يبلغ عليك يبلغ عليك، يعني ما لا يقبل اي شيء من هذا القبيل. احنا سميناه ويستمر النظام. نحن الموقعين ادناه من فعاليات وشخصيات ونشطاء وممثلين عن المجتمع المدني واعلاميين وطلبه واساتذه ومحامين وكفاءات اكاديميه مستقله في اللقاء الذي جمعنا بالعاصمة في 28/12/2019، وانطلاقا من إدراكنا بأهمية المرحلة التي تمر بها البلاد، فإننا نستنكر بأشد معاني الإدانة والرفض الممارسات العنيفة التي لا يمكن وصفها إلا بالبلطجة، والتي تعرض لها متظاهرون سلميون في عدة مناطق من الوطن في الجمعة 45 تحت مرأى ومسمع الجهات الأمنية التي ندعوها إلى تحمل مسؤولياتها، وننادي كافة مكونات المجتمع الجزائري إلى رفض هذه التصرفات وإبداء التضامن الكامل مع ضحاياها تكريسا للوحدة الوطنية. نجدد تقديرنا لاستمرارية وثبات الحراك الشعبي السلمي وإصراره على المضي قدما حتى تحقيق مطالبه المشروعة المتمثلة في انتقال ديمقراطي حقيقي يؤدي إلى تغيير سياسي سلمي وجذري. نؤكد مطالبتنا السلطة بضرورة اتخاذ إجراءات طمأنة مستعجلة ومتمثلة في إطلاق سراح معتقلي الرأي من الحراك دون قيد أو شرط، وإلغاء الأحكام التعسفية والمتابعات القضائية الصادرة في حقهم، وعدم جعلهم محل مساومة أو تفاوض مع السلطة، فتح المجال السياسي والإعلامي العمومي والخاص، ورفع المضايقات الممنهجة التي تحول دون ممارسة المواطنين لحقوقهم المدنية والسياسية التي يكفلها الدستور،
ندين خطابات التخوين والتفرقة والكراهية والعنصرية والتحريض عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وندعو النيابة العامة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع هذه السلوكات الإجرامية. ندعو كافة الفعاليات الحركية والطبقة السياسية ونشطاء المجتمع المدني إلى العمل معا من أجل الوصول إلى مؤتمر جامع لوضع خريطة طريق تجسد كافة مطالب الحراك.